وسط حالة من الهستيريا والخوف امتزج صراخ وبكاء المرضى في مستشفى رويال كير في الخرطوم، ليضاف إليه أنين المعتصمين الذين كانوا يتوافدون على غرف الطوارئ والعمليات في المستشفى مذخنين بالجراح بعد محاولة فض اعتصام القيادة من قبل قوات الأمن والجيش السوداني. من نجح في الدخول إلى المستشفى وجد نفسه كحال البقية محاصرا ومطلوبا من قبل الميليشيات. التحدي الأكبر أمام العاملين في المستشفى كان استيعاب الأعداد الهائلة من الجرحى الذين تنوعت إصاباتهم بين الطلق الناري أو جراء الضرب بالعصي. ففي حين يضم المستشفى 100 سرير، كان عليهم التعامل مع أكثر من 300 حالة. وأشار إداريون في المستشفى إلى أن مستويات التوتر وصلت إلى ذروتها بعد وصول قوات الدعم السريع بالمئات في شاحنات صغيرة، وشكلت طوقا حول المستشفى للبحث عن المحتجين. وتقول المعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال اجتياح مخيم الاعتصام، فيما تقول الحكومة إن عدد القتلى 61 بينهم 3 من قوات الأمن.